بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل في كورس الـ Artificial Neural Network أو الشبكات العصبية الاصطناعية، واللي بيكون اختصارها ANN. الـ ANN تعتبر أحد الألجوريزمات اللي موجودة في مجال اسمه Machine Learning أو تعلم الآلة، بيكون اختصارها ML. قبل ما الـ Machine Learning يطلع كان في حاجة قبلها اسمها Artificial intelligence اللي هي اختصارها AR، بيكون ترجمتها الذكاء الاصطناعي. ايه هو بقى الذكاء الاصطناعي اللي اندرج منه بعد كده الماشين ليرنينج؟ في الارتفيشال انتليجنس يعتبر مجال ظهر في سنة 1950، وكان الهدف منه ان هو ينقل البيهيفيرز اللي الهيومن بيقدر يقوم بيها بشكل ارتفيشال داخل الماشين. فالماشين لو نفذت التاسكس اللي الهيومن بيقدر يقوم بيها هيبقى فيها انتليجنس، وطالما ان هي بيكون فيها انتليجنس بس موجود داخل الماشين ده بيكون ارتفيشال، عشان كده بيسمى ارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس بيحل المشاكل اللي ممكن نعمل لها وصف عن طريق مجموع قواعد. يعني شوف، أي مشكلة الإنسان بيقدر يحلها بذكاء ويعمل لها وصف عن طريق مجموعة قواعد هنقدر نحلها من خلال الـ Artificial Intelligence. من أحد التطبيقات المهمة اللي موجودة داخل مجال الذكاء الاصطناعي إن إحنا نعمل AI علشان نلعب جيم معينة، عشان كده بنسميها Game Playing AI. الـ Game Playing AI الهيومن بيقدر يلعب الألعاب، والألعاب بتكون من أحد التطبيقات المهمة لأن بيكون فيها decisions معقدة بتقدر تقيس درجة ذكاء الإنسان. لو قدرنا إن إحنا نعمل محاكاة أو نقدر نعمل وصف للعبة دي من خلال مجموعة قواعد ندخلها داخل الماشين، فالماشين تقدر تلعب اللعبة دي بذكاء برضه زي الإنسان بالظبط. هنقول مثال بسيط خالص وهو لعبة الـ XO. لعبة الـ XO بيكون فيها ماتريكس 3×3، هي بيكون اسمها اكس او لان في لاعب بيلعب بحرف الاكس ولاعب تاني بيلعب بحرف الاو. كل لاعب منهم المفروض ان هو علشان يفوز يحط 3 حروف جنب بعض بشكل افقي او بشكل رأسي او بشكل دايجونال. المفروض اللاعب التاني المفروض ان هو يكسر الحاجة دي، ما يخليش اللاعب التاني يفوز بانه يحط حرف على الاقل جنب الحروف اللي هو بيحطها. فاحنا عايزين نلعب اللعبة دي، نلعبها ازاي بقى؟ عايزين نحط مجموعة قواعد لي علشان نخلي الماشين يقوم يلعب. فهنلاقي ان ممكن مثلا مجموعة قواعد ان لو كان الهيومن بيلعب بحرف الاكس وحط حرف من الحروف بتاعته في الخانة اللي موجودة فوق على الشمال، يبقى المفروض ان الكمبيوتر او الماشين يحط احد الحروف بتاعته في نفس الصف ونفس العمود وبرضه بشكل دايجونال علشان ما يخليش الهيومن يفوز خالص. فدي مثلا اول قاعدة، انك تحط مثلا حرف من احد الحروف بتاعتك داخل او جنب الحرف اللي الهيومن حطه. طيب ممكن قاعدة تانية ان هو يحط احد الحروف اللي في الصف او العمود او في القطر اللي ما فيهوش اي حرف تاني من اللاعب الاخر. فمن خلال مجموعة القواعد ديت هنقدر نلعب اللعبة ونخلي الهيومن أو نخلي الماشين يقدر يفوز بيها ويحاكي قدرة الإنسان في اللعبة. بس للأسف مش كل المشاكل اللي الإنسان بيقدر يقوم بيها في حياته ممكن يتم وصفها عن طريق مجموعة قواعد. يعني بالنسبة لـ XO أنا ممكن أحط كده يجي 5 قواعد 1 2 3 4 5 واضحين قدامي، هتبعهم هلاقي نفسي فزت أو على الأقل مش هخسر. انما مش كل المشاكل ممكن يحصل لها وصف عن طريق مجموع قواعد. يعني لو عايز افرق ما بين الهيومن فيسز، افرق ما بينهم ازاي؟ هل في قاعده ممكن تخليني افرق ما بين الهيومن فيسز؟ لا، ما بيكونش في قاعده ممكن تخليني افرق. فهنشوف مثلا امثله للامور اللي ممكن نستخدمها عشان نفرق ما بينهم، لان هي هتفشل اكيد. يعني مثلا السكين كولر، لون الجلد. لو بصينا لون الجلد هل
ممكن افرق ما بين الاشخاص من خلال لون الجلد بتاعهم؟ لو بصيت مثلا لشخص اسمه احمد هلاقي ان اللون بتاعه لو عملنا له ريبريزنتيشن عن طريق الكالر سبيس اللي هو الار جي بي ممكن يكون مثلا 150 60 100. طيب اللون ده ممكن برضو يكون موجود في واحد اسمه احمد وموجود برضو في واحد اسمه محمد، فمش هنلاقي ان في لون مميز لكل انسان، فبالشكل ده قاعدة استخدام لون الجلد مش هتنجح. طيب نبص مثلا على الاي كولر لون العين، هل في برضو قاعدة ممكن احطها تفرق ما بين الاشخاص عن طريق لون العين؟ هلاقي برضو ان مفيش قاعدة كده ممكن اتبعها علشان افرق ما بين الاشخاص او علشان افرق ما بين الهيومن فيسز يعني الوش بتاع الناس. فايه العمل بقى في الحاجه ديت؟ الارتفيشال انتليجنس مش قادر ان انا احط فيه قواعد، عشان كده نقلنا للجيل التاني من الذكاء الاصطناعي اللي بيكون اسمه الماشين ليرنينج، تعلم الاله. في تعلم الاله الانسان مش بيحط قواعد، الانسان بيعمل الجوريزم، الالجوريزم ده بيتدرب بناء على البيانات. انا عندي مثلا شخصين احمد ومحمد مش قادر ان انا احط قاعده علشان تفرق ما بينهم، فايه رايك بقى ان الهيومن مش هو اللي هيقوم بالوظيفه ديت، ده هيخلي الماشين هي اللي تعلم نفسها، هي اللي يحصل لها ترين لنفسها، هي اللي هتدرب نفسها علشان تقول ايه القاعده اللي ممكن افرق ما بين الاشخاص دي بناء عليه. طيب الماشين هيحصل لها ترين، هو ايه بشكل دقيق كده اللي هيحصل له ترين؟ الماشين هيكون فيها حاجه اسمها ايه؟ الجوريزم، اللي هو عباره عن خوارزميه. الخوارزميه ديت فيها مجموعه خطوات بتطبق، من خلال تدريب الخوارزميه ديت على البيانات اللي هي تاني جزء مهم في مجال الماشين ليرنينج هقدر استنتج مجموعه قواعد او شبه قواعد تساعدني اني افرق ما بين الاشخاص. فمن خلال تدريب الالجوريزم على البيانات الالجوريزم بيعمل بعض الاستنتاجات اللي من خلالها ممكن يفرق ما بين الاشخاص. فوصلنا لحاجة مهمة ان الماشين ليرنينج المجال بتاع تعلم الالة هيكون فيه حاجتين اساسيين، اول حاجة هو الالجوريزم اللي عبارة عن مجموعة قواعد بتتطبق علشان تقوم بتاسك معين. طب ايه التاسك اللي احنا عايزينه؟ عايزين نعمل مثلا تفرقة ما بين العناصر اللي موجودة في البيانات. ازاي نفرق ما بينهم؟ الالجوريزم ده المفروض الوظيفة بتاعته، الالجوريزم بيكون فيه انواع كتيرة من الالجوريزمز، والارتفيشال نيورال نتورك بتكون احد انواع الالجوريزمز دي. فعلى سبيل المثال لو عايز افرق ما بين شخصين، اول واحد اسمه احمد وتاني واحد اسمه محمد، المفروض ان الالجوريزم هيقعد يعمل مايننج او يعمل تنقيب داخل البيانات، ويقعد يستنتج كده مجموعة ملاحظات ممكن من خلالها يفرق ما بين الشخصين. استنتج مثلا اللي لون الجلد ممكن ان هو يكون احد الوسائل في التفرقة ما بين الشخصين دول، فالمفروض الالجوريزم هيعمل تدريب لنفسه بناء على لون الجلد، هياخد مثلا ال R G B colors اللي موجودين داخل كل شخص ويعمل تدريب بيه، يبقى دي الداتا اللي موجودة عندي والالجوريزم هيتدرب بناء على البيانات دي. بعد ما الالجوريزم يحصل له تدريب ايه اللي هيحصل؟ عايز يشوف هو قدر يعمل تصنيف بشكل مظبوط ولا لا. احنا قلنا ان الماشين ليرنينج بيعلم نفسه، طب ايه المعيار بقى اللي هيقول للالجوريزم انت اتعلمت صح ولا غلط؟ هيكون في حاجه اسمها كوست فانكشن. الكوست فانكشن ديت يعني مثلا ممكن نقول عليها ايه؟ الايرور، هيكون في نسبه خطا. الالجوريزم هيدرب نفسه بناء على البيانات، وبعد ما يعمل تدريب بشكل ناجح هيختبر بقى قدرته في ان هو يفرق ما بين العناصر من خلال الكوست فانكشن. لقى ان في قيمه عاليه للايرور، يبقى بالشكل ده هو ما قدرش ان هو يتعلم بشكل مظبوط، هيعيد عمليه التدريب دي مره تانية. بدل مثلا ما هيستخدم لون الجلد ممكن يستخدم حاجه تانية. بدل مثلا ما كان بيكون في مجموعه بارامترز داخل الالجوريزم بقيم معينة مستخدمها قبل كده، في الخطوة اللي حصل فيها التدريب بشكل غير ناجح ممكن يغير البارامترز دي. طيب الارتفيشال نيورال نتورك بتعتبر احد الامثلة للالجوريزمز اللي موجودة داخل الماشين ليرنينج، ولكن الماشين ليرنينج
بيكون في اكتر من الالجوريزم، اكتر من الارتفيشال نيورال نتورك بكتير. لو بصينا للماشين ليرنينج هنلاقي ان فيه ثلاثه كاتيجوريز اساسيين. اول كاتيجوري هو بيكون اسمه ان سوبرفايزد ليرنينج، تاني حاجه سوبرفايزد ليرنينج، وتاني حاجه او تالت حاجه هي حاجه اسمها reinforcement ليرنينج. يبقى نلخص اللي قلناه قبل كده، ان المجال بتاع الذكاء الاصطناعي بيحط قواعد علشان نحل المشاكل. القواعد دي مش هتحل كل المشاكل اللي الانسان بيقدر يقوم بيها في حياته. وقلنا مثلا عرضنا مشكله، لو عايز افرق ما بين الهيومن فيسز، هل هلاقي قاعده تفرق ما بينهم كلهم؟ لا، مش هلاقي قاعده. فعلشان كده الهيومن بيريح نفسه ومش بيحط هو القاعدة، طب يخلي الماشين هي اللي تتعلم القاعدة دي. بتتعلم القاعدة ازاي؟ من خلال حاجتين مهمين. أول حاجة هي الألجوريزم اللي فيه مجموعة خطوات بتطبق، وبتطبق على إيه؟ بتطبق على داتا. عشان كده الماشين ليرنينج يعتبر حاجتين مهمين فيه هي الألجوريزم والداتا. وكل ما الألجوريزم يحصل له تدريب على البيانات بيشوف هو التدريب حصل بشكل صحيح ولا لأ. بيشوفوا ازاي؟ من خلال cost function بتقيس الايرور اللي حصل. لو كان الايرور عالي يبقى بالشكل ده التدريب ما حصلش بشكل مظبوط، وهضطر ان انا اعيد التدريب مرة تانية. لو حصل بشكل مظبوط خلاص، يبقى بالشكل ده الالجوريزم عدي تم تدريبه بشكل صحيح، ممكن استخدمه. طيب الالجوريزم ده من الامثلة بتاعته هو artificial neural network. طب هل الارتفيشال نيورال نتورك هي الالجوريزم الوحيد اللي موجود داخل الماشين ليرنينج؟ لا، ده الماشين ليرنينج فيه اكتر من الجوريزم، والالجوريزمز ديت متقسمه لثلاثه كاتيجوريز. اول كاتيجوري هو الان سوبرفايزد ليرنينج، تاني كاتيجوري هو السوبرفايزد ليرنينج، وتالت واحد هو الريينفورسمنت ليرنينج. احنا هنهتم طبعا بالسوبرفايزد لان الارتفيشال نيورال نتورك بتكون موجوده داخل السوبرفايزد ليرنينج كاتيجوري اوف ماشين ليرنينج. بس عايزين نشوف ايه الـ reinforcement learning وايه الـ unsupervised learning. اول حاجة شايفين ان في كلمة supervised داخل الكاتيجوري ده والكاتيجوري ده. هو supervised معناه يشرف. طب ازاي بيكون في اشراف؟ العملية دي بتكون زي عملية تعليم الطلاب، بيكون في teacher وبيكون في student. المفروض التيتشر هو بقى ايه بالنسبة للماشين ليرنينج اللي هو السوبرفايزر، والستودنت هو الالجوريزم. فالتيتشر عايز يعلم الستودنت ازاي يجمع رقمين، يدخل له مثلا رقمين، رقم واحد ورقم اتنين، وطلع الناتج بتاعهم اللي هو بيساوي تلاتة، عملية الجمع ما بينهم اللي هو تلاتة. فازاي بقى التيتشر هيعلم الستودنت الحاجة ديت؟ هيديله مجموعة امثلة، هيديله مثلا 1 زائد 2 بتساوي 3، 2 زائد 3 بتساوي 5، 7 زائد 1 بتساوي 8، وهكذا مجموعة أمثلة كتير. ويبدأ يدرب الستيودنت عليه. فالستيودنت أول ما يشوف 1 و 2 هيلاقي إن المجموع بتاعهم بيساوي 3. طب جت إزاي؟ هيجمع مثلا 2 على 1، يقول مثلا دلوقتي 1 هيضيف عليها كمان 1 يبقى 2، كمان 1 يبقى 3، وهكذا لبقية الأمثلة. الستيودنت هيبدأ يستنتج من نفسه قواعد علشان يعمل عملية الجمع، وهكذا برضو عملية الإشراف على الألجوريزم اللي موجودة في السوبرفايز ليرنينج كاتيجوري من الماشين ليرنينج. بندي مجموعة مدخلات زي مثلا إكس واحد وإكس اتنين وإكس تلاتة، دي كلها مجموعة مدخلات، والمفروض إن بيكون فيها مخرجات أوتبوت واحد أوتبوت اتنين أوتبوت تلاتة. المفروض بقى طالما إن الداتا جاهزة والمدخلات بتاعتها جاهزه والمخرجات جاهزه، الهدف بتاع الماشين ليرنينج الجوريزم هو ايه؟ اللي هو يتعلم ازاي يربط ما بين المدخلات دي، يربط ما بين كل انبوت والاوتبوت بتاعه، يربط ما بين مثلا اكس 3 والاول بتاعها اوتبوت 3. طيب فالسوبرفايزر هيعمل تدريب للالجوريزم. الالجوريزم مثلا في اول مره ممكن يقول ان الاكس 1 ديت الاوتبوت بتاعها هو اوتبوت 2، دي طبعا حاجه غلط. يبقى المفروض هيكون في اعاده تدريب للالجوريزم، بحيث ان هو يبقى دي هنعمل ري ترين، بحيث ان هو يعمل بعض التغييرات داخل الالجوريزم نفسه
لحين يتحسن في عملية التدريب لغاية ما يعمل يربط كل مدخل بالاوتبوت المناظر ليه. فده بالنسبة للسوبرفايز. طب الان سوبرفايز بقى، احنا شفنا في السوبرفايز بيكون في مدخلات، وكل مدخل احنا عارفين ايه المخرجات بتاعته قبل ما الالجوريزم يبدأ التدريب. انما بالنسبة للان سوبرفايز ما بنكونش عارفين ايه المخرجات، يعني بيكون عندي اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة. طب ايه بقى الاوتبوت بتاع كل واحد؟ احنا مش عارفين، المشرف ما قالوش ايه المخرجات. زي مثلا من المشرف يقول للطالب انا عايز اجمع 2 زائد 3، طب انا هجمعها ازاي؟ لا مش هقول لك هتجمعها ازاي، انت المفروض بقى تدور وتتعلم ازاي انت ممكن تعمل عملية الجمع. طيب ده بالنسبة للسوبرفايز. يبقى السوبرفايز بيكون فيه المدخلات والمخرجات جاهزين، والمفروض الهدف من الالجوريزم ان هو يعمل عملية ربط ما بين كل مدخل والاوت او والمخرج المناظر ليه. طب بالنسبة للانسوبرفايز بيكون فيه مدخلات بس المخرجات احنا مش عارفينها، المفروض انك تستنتج المخرجات دي. دي بيكون احد الابليكيشنز اللي موجودة داخل الانسوبرفايز، هي حاجة اسمها كلاسترينج. يعني هيكون داخل لي مثلا داتا بالشكل ده، الالجوريزم داخل له الداتا كلها كتله واحده، هو مش قادر ان هو يفرق ما بينهم. المفروض الوظيفه بتاعته ايه بقى؟ ان هو يقول ان مجموعه العينات ديت كلهم ليهم نفس الخصائص، فهعمل لهم تصنيف في نفس الكلاستر في نفس الجروب. دول برضو بيكون ليهم نفس الخصائص الدوائر ديت، فهعمل لهم تصنيف او اعمل لهم جمع ما بين في كلاستر واحد، وهكذا مجموعه برضو العينات دي. فده الكلاسترنج، احنا ادينا له المدخلات بس فين المخرجات؟ لا هو مش عارف المخرجات اللي هتستوعب. طب بالنسبه بقى للسوبرفايزد، انا بكون مديله المدخلات وبديله المخرجات، الهدف من الالجوريزم ان هو يعمل ربط ما بين المدخلات والمخرجات. طب بالنسبه للريينفورسمنت ليرنينج، الفرق بقى ان انا مش بديله الداتا اصلا، يعني هو بيكون الالجوريزم فقط، المفروض ان هو يجمع الداتا بنفسه، يعني هو اللي يعمل كوليكت للداتا، يعمل كوليكت للداتا ويعلم نفسه. الكاتيجوري ده بيستخدم امتى؟ لما يكون في عدد لا حصر له من البيانات الالجوريزم هيتعامل معاه. ومن احد التطبيقات اللي موجوده داخل reinforcement learning هي حاجه اسمها سيلف درايفنج كار، يعني انا عايز اعمل عربيه، العربيه دي تسوق نفسها، ما يكونش فيها درايفر، ما يكونش في واحد بيسوق. طب العربية دي هتعلم نفسها ازاي؟ اكيد مفيش قاعدة ان انا ممكن اديها لها. وتاني حاجة والمشكلة الاهم، ان مش هقدر اعمل حصر لكل البيانات اللي موجودة. العربية دي ممكن تمشي في عدد مهول من الطرق، طب انا هقول لها بقى ازاي تسوق في مختلف انواع الطرق دي؟ مش هقدر. فايه هي وظيفة الماشين ليرنينج انجينير في الجزء بتاع reinforcement learning؟ وبيحط الطريقة او بيحط التارجت اللي احنا المفروض عايزين نوصله. يعني مثلا لو بالنسبة للسيلف درايفنج كار، انا عايز اوصل من نقطة A لنقطة B، ازاي توصل لي؟ شوف بقى انت ازاي ممكن توصل للحاجة ديت، بس بحيث انك ما تعملش اي حادثة وما تكسرش اي قاعدة. فالسوبرفايز ليرنينج كاتيجوري هو يعتبر من اسهل الكاتيجوريز اللي ممكن اي حد بيبدأ في الماشين ليرنينج ان هو يبدا بيه. فيبقى الماشين ليرنينج بيكون فيه ثلاثه كاتيجوريز، اول كاتيجوري هو الان سوبرفايزد، وتاني كاتيجوري هو بيكون السوبرفايزد، وتاني كاتيجوري بيكون الريينفورسمنت ليرنينج. احنا هنركز طبعا على السوبرفايزد. السوبرفايزد هيكون كاتيجورايزد لاثنين كاتيجوريز، اول كاتيجوري هو الكلاسيفيكيشن، وتاني كاتيجوري هو الريجريشن. ايه الفرق ما بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن؟ الفرق ببساطه ان في الاوتبوت، ايه الاوتبوت اللي بيطلع من الكلاسيفيكيشن وايه الاوتبوت اللي بيطلع من الريجريشن؟ الاوتبوت اللي بيطلع من الكلاسيفيكيشن بيكون ديسكريت، انما الاوتبوت اللي بيطلع من الريجريشن بيكون كونتينوس. تاني حاجه ان الاوتبوت اللي موجود في الكلاسيفيكيشن بيكون ليميتد، يعني انا ممكن اعمل حصر لكل الاحتمالات اللي هتطلع في حاله الكلاسيفيكيشن، انما بالنسبه للريجريشن بيكون كونتينوس وبيكون انليميتد، يعني ما اقدرش اقول
ان عد الاحتمالات اللي هتطلع في الاوتبوت في مشكله الريجريشن بتكون كذا، ما اقدرش اقول كده. الكلاسيفيكيشن بيكون هي ايه؟ هي التصنيف. يعني مثلا داخل لي دلوقتي اكتر من مدخل، وكل مدخل عايز اعمل لهم تصنيف في اتنين كلاسز، سي 1 وسي 2، اللي هو الكلاسز الاتنين الموجودين معانا. فكل مدخل هعمله تصنيف في احد الكلاسز دي، سي اكس 1 مثلا يكون سي 1، اكس 2 يكون سي 2، اكس 3 يكون سي 1، وهكذا. فيبقى عندي اتنين كلاسز عدد ثابت من المخرجات. انما بالنسبه للريجريشن، من احد الامثله بتاعتها ان انا عايز اعمل بريدكشن لطول الاشخاص. طيب بالنسبه لطول الاشخاص، هل في عدد ثابت من الاوتبوتس ممكن تطلع؟ يعني مثلا هل الاوتبوتس ديت ممكن تكون 1 2 3 بس؟ لا طبعا ما نقدرش نقول كده. ده الاوتبوتس بتاعتها ممكن تكون اي رقم، اي رقم مثلا ما بين الصفر. لو قلنا اقصى ارتفاع عندي او اقصى طول للشخص بيكون مترين، يبقى من صفر لاتنين. طلع لي بقى اي رقم ما بين الصفر والاتنين. هل في عدد ثابت من الارقام ما بين الصفر والاتنين؟ اكيد لا، بيكون في عدد لا نهائي من الارقام. فيبقى الاوتبوت كونتينوس، كونتينوس وبيكون انليميتد. طبعا ما بيكونش فيه حصر لعدد الارقام اللي موجوده ما بين الصفر والاتنين او اي رقمين موجودين. يبقى ده الفرق ما بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن. الكلاسيفيكيشن بيكون فيه عدد من الاوتبوتس ثابت، هو بيناظر عدد الفئات اللي موجودين عندي. انا عايز مثلا اعمل ابلكيشن تفرق ما بين العربيات والطيارات والمراكب، فيبقى عندي 3 كلاسز. طب بالنسبه للريجريشن، لا مش هيكون عندي حاجه زي كده، عايز اعمل بريدكشن لرقم، الرقم ده يكون كونتينوس. فيبقى المشكله بتاعتنا محتاجين في البدايه نعرف هي مشكله كلاسيفيكيشن ولا ريجريشن لو عايزين نحل مشكله معينه. تشوف الاوتبوت، هل الاوتبوت بتاعها بيعتمد بي بي بيكون مص... يعني بيحصل له وصف من خلال القواعد اللي قلناها، اللي هو بيكون ديسكريت وبيكون ليميتد، ولا بيكون كونتينوس وبيكون انليميتد، يعني ما فيهوش حصر لعدد المخرجات اللي فيه. لو قلنا ان هو بيطلع رقم كونتينوس، فيبقى بالشكل ده دي مشكله ريجريشن. لو بيطلع بشكل ديسكريت، بيبقى مشكله كلاسيفيكيشن. والمشاكل اللي ممكن بنلجا ليها في البدايه هي بتكون الكلاسيفيكيشن. والريجريشن برضو مش مختلف عن الكلاسيفيكيشن، هو الاختلاف بيكون بسيط. فهنشوف بعد كده ازاي ان ممكن يكون عندي مشكله ريجريشن ونحولها بعد كده لكلاسيفيكيشن. فوصلنا دلوقتي ان الماشين ليرنينج الكاتيجوري اللي فيه اللي هنهتم بيه طبعا اللي هو السوبرفايزد، بيكون جواه اتنين كاتيجوريز. اول كاتيجوري هو الكلاسيفيكيشن، والتاني كاتيجوري هو الريجريشن. وشفنا الفرق ما بينهم. برضو الكلاسيفيكيشن والريجريشن احنا ممكن نعمل لهم كاتيجورايزيشن لاكتر من كده. لاكتر من كده ازاي؟ هتلاقي ان في الكلاسيفيكيشن والريجريشن المشاكل دي ممكن تكون لينير وممكن تكون برضو نون لينير، ونفس برضو الحاجه دي بتنطبق على الريجريشن، ممكن تكون لينير وممكن تكون نون لينير. ايه الفرق ما بين اللينير والنون لينير؟ هو طريقه العلاقه ما بين المدخلات والمخرجات. يعني لو مثلا كان عندي المدخلات، كان عندي مدخل واحد اكس ومخرج واحد واي، الاوتبوت بتاع اكس كل ما يكون واحد الاوتبوت بتاع الواي، الاوتبوت واي يكون اتنين. كل ما اكس يكون مثلا اتنين الاوتبوت ده يكون تلاتة، كل ما دي تكون تلاتة الاوتبوت ده يكون اربعة. احنا عايزين دلوقتي نعمل ريبريزنتيشن للعلاقة ما بين المدخلات والمخرجات. هنحاول نرسم العلاقة دي، او نرسم المدخلات والمخرجات. ادي هنا الاكس وادي هنا الواي. الاكس لما بيكون بواحد الاوتبوت بيكون باتنين، لما يكون الاكس باتنين الاوتبوت بيكون بتلاته، لما يكون الاكس بتلاته الاوتبوت بيكون باربعه. نشوف العلاقه ما بين المدخلات والمخرجات، نلاقيها خط. فبالشكل ده قدرنا ان احنا نحدد المشكله، مثلا مشكله كلاسيفيكيشن والعلاقه ما بين المدخلات والمخرجات بتكون لينير. ده يساعدني في اختيار الموديل المناسب، وهكذا برضه بالنسبه للريجريشن. بالنسبة للنون لينير بقى، لو ما قدرتش أعمل وصف للعلاقة دي من خلال خط، يعني مثلا لو كان الإكس بيساوي 4، الأوتبوت المناظر ليه بيساوي مثلا 7، هتلاقي هنا 4 7 هتكون هنا، هيكون مثلا الخط دلوقتي انكسر. هاجي مثلا ألاقي بعد كده إن عند الإنبوت 5 الأوتبوت بيساوي 1، فيبقى هتنزل كده. فبالشكل ده مبقتش خط، بقت كيرف، يعني حاجة إيه؟ نون لينير.
طيب برضو تحت كل linear و non-linear category في classification و regression ممكن يكون تحته categorization أكتر من كده. من أمثلتها هو هل الالجوريزم اللي أنت عايز تستخدمه بيكون parametric ولا non-parametric؟ parametric معناها إيه؟ parametric معناها إن في مجموعة parameters موجودة داخل الالجوريزم، الالجوريزم ده بيتعلمها بناء على التدريب. وطبعا لو بصينا في الارتفيشال نيورال نتورك هنلاقي ايه البارامترز اللي موجوده فيها. البارامترز دي هي الويتس، هي الاوزان اللي موجوده على النيورونز. فبالشكل ده الارتفيشال نيورال نتورك يعتبر بارامتريك. النون بارامتريك الجوريزم ما بيكونش فيه اي بارامتر بيتعلمها في خطوه التدريب. يعني من احد الالجوريزمات اللي ما بيكونش فيها بارامترز خالص علشان تتعلمها هي حاجة اسمها كي نيرست نيبر، الاختصار بتاعها كي ان ان. الكي نيرست نيبر مفهوش الا بارامتر واحد بس، هو الكي، هو عدد النيبرز. عدد النيبرز ده حتى مش بيحصل له اختيار بناء على البيانات، بيكون مستقل بشكل تام عن البيانات. فالكي نيرست نيبر بيكون نون بارامتريك، والسبب في كده ان هو ما بيعتمدش في اختيار البارامترز بتاعته على البيانات التدريب، بيكون مستقل عنها. فعلشان كده الميزه بتاعه البارامتريك تكنيكس ان هو بيأقلم نفسه على البيانات، البارامترز اللي موجوده جواه بيعدلها بناء على البيانات اللي داخله. فبالشكل ده بيقدر ان هو يحاكي البيانات اللي موجوده بشكل كويس مقارنه بالنون بارامتريك. النون بارامتريك ده بيتطبق بغض النظر عن نوع البيانات اللي بتستخدم. هتجيب له بيانات بشكل معين هيشتغل عليها بنفس الطريقه، بيانات مختلفه عنها هيشتغل عليها بنفس الطريقه برضه. فعلشان كده النون بارامتريك او البارامتريك تكنيكس بتعتبر هي الافضل. فبالشكل ده وصلنا ان الماشين ليرنينج بيكون فيه 3 كاتيجوريز، ان سوبرفايزد والسوبرفايزد والريينفورسمنت. اهتمينا اكتر بالسوبرفايزد لان في مشكلتين، هي كلاسيفيكيشن والريجريشن. كل واحده منهم ممكن نعمل لها وصف او ممكن نعمل لها كاتيجورايزيشن للينير ونون لينير، ده على حسب العلاقه ما بين المدخلات والمخرجات. وبرضه ممكن يحصل لها وصف لبارامتريك ونون بارامتريك. بارامتريك ان في مجموعه بارامترز الالجوريزم ده بيتعلمها بناء على البيانات في خطوه التدريب، انما النون بارامتريك ما بيكونش في اي بارامتر بيتعلمه، بيكون مستقل عن البيانات. طيب في الكورس ده هنشتغل على ارتفيشال نيورال نتورك. الارتفيشال نيورال نتورك بقى فين من الشجره اللي موجوده قدامي؟ اولا الارتفيشال نيورال نتورك ممكن تستخدم مع كلاسيفيكيشن وممكن تستخدم مع ريجريشن. تاني حاجه ان النيورال نتورك ممكن تشتغل برضو بشكل لينير وممكن تشتغل بشكل نون لينير، ده برضو في كلاسيفيكيشن وفي ريجريشن. والنيورال نتورك بتكون بارامتريك، وطبعا البارامتريك تكنيكس بتقدر ان هي تأقلم نفسها على الداتا. فبالشكل ده بتوصل لكلاسيفيكيشن اكيرسي عاليه. يعني لو مثلا الكي نيرست نيبر لو عملت له تدريب على البيانات واداني اكيرسي وحشه، طب الاكيرسي ديت عشان اعليها عامل ايه؟ غير البارامتر ده. طب البارامتر ده اصلا مستقل عن البيانات، حتى لو انا غيرته ما اضمنش ان التدريب هيكون كويس، انما البارامتر بتضمن الحاجه دي.